الفعل المضارع المعتل الآخر. كنا قد أخذنا فيما مضى بأن الفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر أو أن يكون معتل الآخر. من يعطيني مثال لفعل مضارع صحيح الآخر؟ صحيح لاحظ صحيح ذهبت الآخر مثل ذهبت. ذهبت هذا إذا كان فعلا مضارعا. مبارك هذا فعل ماض لقد ذهبت. لا تنسى قبل أن تكتب الإجابة اختبرها اختبرها بعقلك. إذا كانت تقبل لقد إذا الماضي يقبل سوف مضارع سوف أذهب. طيب سوف يذهب إذا نأخذ هذه الكلمة يذهب اجعله مرفوعا يذهب بو. طيب اجعله منصوبا لن يذهب به. اجعله مجزوما لم يذهب لم يذهب لم يذهب مجزوم علامة جزمه السكون واضح. طيب ومن هنا نصل الى استنتاج بان الفعل المضارع اذا كان صحيحا اخر فإن الفتحة ظاهرة أو غير ظاهرة؟ ظاهرة. عفوا الضمة ظاهرة والفتحة ظاهرة والسكون ظاهرة. جميل؟ هذا إذا كان صحيحا الآخر. انظر معي الآن مثل هذه المواضع لكن سوف نختبر أفعالا معتلة الآخر. الفعل المعتل الآخر هو الذي ينتهي بمدياء أو واو أو ألف. يعني من يخطر في ذهنه فعل مضارع ينتهي بواو؟ يدعو. يدعو. لاحظ معي الآن صديقي أو محمد سوف يدعو أصدقاءه إلى الحفلة. مرفوعة مثل يذهب. ما الفرق؟ سؤال لك يا أحمد سؤال صعب. ما الفرق بين يذهب ويدعو؟ هذا فعل مضارع مرفوع وهذا فعل مضارع مرفوع. هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة هل ظاهرة؟ لا غير ظاهرة. هل ترى بعينيك هل ترى ضمة؟ لا. هل بلسانك تستطيع أن تنطق ضمة؟ لا. 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 إذن هي ضمة مقدرة. لاحظ إذن مقدرة هنا على هذا الحرف مقدرة يعني العقل يصل إليها فقط أن هناك ضمة مقدرة. انظر بخط صغير كتبتها حتى العين ما تستطيع انها تقرأها بسهولة. اذا لاحظ معي هو فعل مضارع يدعو فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق لا بناصب ولا جازم ومرفوع بالضمة كذلك ولكنها ضمة مقدرة على آخره. لماذا؟ لأن لسانك لا يستطيع أن يقول محمد سوف يدعو. يصير؟ ما يصير. اللسان ما يستطيع أن ينطقها هكذا. أما يذهب يصير. لو كان اللسان العربي يستطيع أن يقول يدعو لقلنا خلاص انحلت المشكلة نجعلها ضمة ظاهرة. لكن اللسان العربي يرفض ذلك. دعنا نضع الناصب قبل يدعو ونختبر. لن يدعو محمد لن لاحظ هنا لن يذهب محمد لن يدعو ثم الفعل. طيب لن يذهب فعل صحيح الآخر فعل مضارع منصوب لدخول لن وعلامة نصبه الفتحة. يدعو فعل مضارع منصوب لدخول لن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة المقدرة لا يذهب ولا ليدعو لن يذهب
لن يدعو الظاهرة. لماذا يا سليمان تقول الظاهرة؟ أنا أقدر أقول يدعو. أحسنت وهذا الذي أريد الوصول إليه. لن يدعو سهل على اللسان العربي، أما سوف يدعوه لا، غريبة جدا. اللسان العربي يشعر بثقل حتى في نطقها. إذن معنى ذلك هذا فعل مضارع معتل الآخر بالواو منصوب لدخول لن عليه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مثل لن يذهب. واضح؟ طيب. محمد لم يدعو أصدقاءه. من يستطيع أن هو يستنتج الإعراب؟ أنا أعطيك نصف الإعراب. لم يدعو، يدعو فعل مضارع مجزوم لدخول لن عليه. انظر قارنه بالصحيح. يذهب فعل مضارع مجزوم لدخول لم، وعلامة جزمه السكون. لم يدعو فعل مضارع مجزوم لدخول لم، وعلامة جزمه، تفضل يا ناصر، الضمة. علامة جزمه الضمة. التفكير صحيح لكن الإجابة خاطئة. سليمان، حذف حرف العلة. وعلامة جزمه حذف حرف العلة. واضح؟ إذن أستطيع أن أستنتج بأن الفعل المضارع معتل الآخر إذا كان معتلا بالواو فإنه يرفع بالضمة المقدر وينصب بالفتحة ويجزم ب حذف حرف العلة. إذا كان هناك واو حذفت. واضح؟ الآن يبقى عندنا نوعان من أنواع الأفعال المضارعة المعتلة الآخر، اللي ينتهي بياء والذي ينتهي بألف. من عنده مثال؟ نأخذ مثلا يسعى، سوف يسعى، إذا فعل مضارع، فعل مضارع معتل الآخر بالألف. لاحظ معي، سوف يذهب، سوف يدعو، سوف يسعى، فعل مضارع مرفوع وعلامته، لاحظ، يذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، ما رأيك؟ علامة رفعه ماذا؟ الضمة ماذا؟ المقدرة. المقدرة منع من ظهورها التعذر، أي يستحيل. لاحظ هنا أنا قلت لك ثقيلة، هنا أنا أقول لك يستحيل. ما هي فقط ثقيلة، هذه يستحيل. يدعو، يعني لو أبي أنطقها ما أقدر، مد الألف ما تقدر. يسعى وأضع ضمة لا يمكن إلا إذا غيرتها إلى ألف، يسعى وهي خطأ. أنت غيرت المد إلى ألف، إلى همزة، هذا خطأ. إذن هنا ضمة مقدرة للتعذر، يعني الاستحالة. ما يهمنا الآن ليش هي مقدرة، لكن اللي يهمني إنك تعرف أنها مقدرة، ضمة مقدرة. واضح إذن؟ طيب ننتقل إلى يسعى، نجعله في حالة ماذا؟ نصب. لن يسعى. محمد اليوم لن يسعى في الممشى. يسعى، انظر معي، السؤال لك يا أحمد، انتبه معي. لن يذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لن يدعو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لن يسعى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أم المقدرة؟ مقدرة. هل تقدر تقول لن يسعى؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. أنت حولت المد إلى حرف آخر أصلا. إذن فتحة مقدرة.
آخر حالة لم يش لم يسعى ناصر. لم يذهب فعل مضارع مجزوم لدخول لم وعلامة جزمه السكون الظاهر. لم يدعو، يدعو فعل مضارع مجزوم لدخول لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. يسعى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه والمايكليك حذف حرف العلة. حذف حرف العلة من جديد. إذن مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو الألف. واضح إذن؟ طيب بقي عندنا نوع واحد من المعتل الآخر. معتل الآخر بواو، معتل الآخر بألف، معتل الآخر ب بياء. ماذا تريدون؟ يمشي. محمد سوف. لماذا أنا دائما أقول سوف سوف؟ لأنه فعل مضارع. نعم هذا فقط لعقلي أنا حتى أتأكد أن الفعل اللي سأكتبه هو فعل مضارع. مع ذلك أنا ما أكتب سوف وإنما أنطقها لي أنا أتأكد أن لأنه لا يأتي بعد سوف إلا فعل مضارع. سوف إذا محمد سوف يمشي أو يبكي. لا يمشي. يمشي. غدا يبكي، اليوم يمشي. طيب إذن يمشي ما رأيك؟ يذهب فعل مضارع. سليمان نبدأ بك. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يدعو أنت أكمل. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه يسعى. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه يمشي. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه أحسنت. ضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. تستطيع أن تقول يمشي، تستطيع، لكنها ثقيلة على اللسان، ثقيلة في القلب، ثقيلة على العقل. طيب دعنا ننتقل إلى حالة النصب. لن يمشي يا سليمان من جديد. أو أنت قبل قليل أخذت يمشي في حالة الرفع. أحمد لن يمشي. هذه لن يذهب فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة من المقدرة الظاهرة. لن يدعو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يسعى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. هنا المقدر. طيب لن يمشي أو لن يمشي، هذا السؤال لك. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ إذا كان لسانك ينطق الفتحة بسهولة إذن ما تقدرها. لن يمشي سهلة أم صعبة على لسانك؟ ظاهرة. أحسنت. إذن فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لن يدعو، لن يمشي، لن يذهب، سهلة ويسيرة على اللسان. أما لن يسعى لا، الفتحة ما تظهر، مقدرة، منع من ظهورها الاستحالة أو التعذر كما يسميه النحوي. طيب إذن ننتقل إلى الحالة الأخيرة. جاهز يا ناصر؟ لم يمشي. نعم دعنا ننظر. لا لم يمشي. لاحظ معي. لم يذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لم يدعو فعل مضارع مرفوع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لم يسعى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لم يمشي حذف حرف العلة. حذف حرف العلة مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. واضح يا أيها الرجال؟ هل من سؤال؟